الحرية 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 العبد القهار الحرية الحرية العبد القهار الحرية الحرية عذرناكم ونذرناكم هاي آخر مرة مطالبنا نأكدها ماكو مهرب من عندها مطالبنا نأكدها ماكو مهرب من عندها العراق بهمة أولادك منصور الثورة العراق بهمة أولادك منصور الثورة يا ناس يا ناس فرصتكم هاي الفرصة الأخيرة والماي الظاهر ويانا ما عنده غيرة والمرجعية وياكم صوت الوطن ناداكم والمرجعية وياكم صوت الوطن ناداكم العراق بهمة أولادك منصور الثورة العراق بهمة أولادك منصور الثورة مرفوضة مرفوض أفكار الرجعية ومرفوض التقسيم متوحدين وما نريد احنا أي شيء اسمه قليل وبلادي تبقى حرة من ندهوك للبصرة وبلادي تبقى حرة من ندهوك للبصرة العراق بهمة أولادك منصور اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم ورسائلكم القصيره على الارقام الظاهره اسفل الشاشه حول اخر المستجدات على الساحه العراقيه وعلى صعيد ثوره تشرين حيث يواصل المتظاهرون توافدهم الى ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات دعما لثوره تشرين ومطالبها المشروعه رغم استمرار القمع الحكومي والميليشياوي ضد المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد جدد المتظاهرون تمسكهم بمطلب إسقاط النظام ورفضهم لمماطلة حكومة الأحزاب الفاسدة في تلبية مطالبهم فيما واصل الطلبة اعتصاماتهم أمام جامعة المثنى دعما للإضراب العام أما في محافظة كربلاء فقد أغلق المتظاهرون عددا من الطرق في خطوة تصعيدية دعما للإضراب العام في البلاد خرج متظاهرو النجف في تظاهرات جابت شوارع المحافظة بعد قطع السلطات الحكومية التيار الكهربائي عن ساحة الاعتصام في المدينة وإلى ذلك قالت منظمة Human Rights Watch في تقريرها السنوي لعام 2020 بأن القوات الحكومية لا تزال تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين في العراق منذ بداية التظاهرات في تشرين الأول الماضي في بيان للجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين دعت فيه إلى عدم الاستجابة للدعوة التي أصدرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من مدينة قم الإيرانية لمليونية ضد الوجود الأمريكي في العراق ليستجيب لها كما قال الزعماء الميليشيات الملطخة أيديهم بدماء المتظاهرين اللجنة قالت بأن الشعب العراقي خرج منذ الأول من تشرين الأول الماضي بتظاهرات من أجل استقلال العراق وإنهاء التدخلات الخارجية وإسقاط الفاسدين جميعا وبناء نظام سياسي وطني يحافظ على سيادة العراق وقدم الكثير من التضحيات في سبيل ذلك وأشارت إلى أن المليونية التي نظمها ثوار تشرين في العاشر من الشهر الجاري كانت لرفض التدخلات الإيرانية والأمريكية أضافت اللجنة بأن إن كانت الدعوات لتظاهر حقيقية وليست انتقاما لقاسم سليماني فيجب محاكمة نوري المالكي الذي وقع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن أشارت إلى أن الشعب العراقي كان يأمل بأن يطالب السيد مقتدى الصدر بإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسرا ومحاكمة الميليشيات الوقحة وأكدت اللجنة بأن الشعب العراقي الواعي لن تخدعه شعارات واهية بعد أن كشفت حقيقة السياسيين وولائهم المطلق لإيران على حساب العراق وشعبه وأشارت إلى أن دعوة الصدر لمليونية هي دعوة حق كما قالت يراد بها باطل كونها انطلقت من إيران التي تريد نقل معركتها مع أمريكا على أرض العراق وأضافت بأن هذه الدعوة لم تتضمن إنهاء التدخل الإيراني السافر بشؤون العراق وهي تهدف بالأساس لإنهاء التظاهرات وحماية الفاسدين كما قالت والمجرمين وهو ما لن يسمح به الشعب العراقي معنا اتصال من الجزائر خميسي من الجزائر خميسي مري نعم خميسي من الجزائر تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عندي قضيتين حاب
عندي تدخلات في قضيتين، قضية صدر وقضية صفقات مشبوهة مع اثنين. نعم. قضيتين، كاين قضية صدر الذي يتداعى بالمظاهرات المليونية ضد التواجد الأمريكي، رغم أنه هو من أنجبت من جاءت به هي أمريكا إلى أرض العراق. أول هذا. ثاني حاجة، نحن ضد التواجد الأمريكي أصلا ونمقته لا نستسيغ وجوده في أي أرض من الأرض العربية خصوصا العراق. لسنا ضد الرأي نتاعو. إذا كان هو يحب، إذا كان هو أراد التكلم عن أمريكا، يقول أمريكا هي التي جابت لأرض العراق بطائرة يا خائن يا قاتل لأفراد وطنك. كيف تدعي الكره لأمريكا وأنت من الموالين إليها؟ سبحان الله، هذا نفاق بعينه. هذا خبز. لماذا خبز لضر الانتفاضة الطاهرة في أرض العراق؟ كيف يحدث تأزم في هذه في المظاهرات العراقية الطاهرة هذه باش توقع تصادم ما بين الخونة تاع الشيعة تاعو هذوما تاع الإيرانيين مع الانتفاضة العراقية؟ هذا السبب تاعو لإطفاء نار المقاومة عليهم. أولا، في هذا الصدد قضية الصدر هي قضية مطروحة باينة واضحة وضوح الشمس. هو إنسان إيراني توجهاته في كل، هو عميل ليس بشخص يحب الصلاح للعراق. لو كان يحب العراق لم يشارك في هذه العشرية السوداء وما فيها من سنوات أخرى، 6 سنوات أخرى، 16 سنة هي عشرية سوداء حمراء قتل فيها ومغيبين. ويتكلم الآن على خارج أمريكا هي التي أتتك على عرش الدبابة إلى العراق. نعم، خماسي من الجزائر كان معنا اتصال. حسين من السعودية، تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ يا هلا بيك. بالنسبة للحين يعني زي ما قال الشاعر، قومون هم اللي نوفى الأذناب وغيرهم فمن يساوي بأنت الناقة الزنب. فهذا مفتدى القذر، هو ذنب من أذناب إيران، هو والمالكي وحيدر العبادي وقيس الخزعلي، ولم وللأسف يعني الآن يقولوا في تعزية للسفارة العراقية. طيب أي تعزية أي ذلة في اللي عمله هذا القدر؟ يعني زي ما قال بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا عليه وتحصل عار على من يعزي، وبعدين قريبة من هنية يروح يعزي، وزير خارجية قطر يعزي، وأمير قطر يدفع تعويضات لإيران مقابل الطائرة التي أسقطتها إيران نفسها. فليش يعني بدل ما يقفون مع المظلوم يقفون مع الظالم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوم. فإيران تظلم العراق ومع ذلك يقفون دولي ضد الثوار وضد. فزي ما نقول صاحب الوثن، إذا جات قلتك من بطنك منين تشوف العافية؟ ما دام الخبث والبلاء من نفس الأحزاب التي أتت بهم أمريكا، والمفروض أمريكا زي ما قال وكفى بالله حسيبا، المفروض أمريكا هي اللي تحاسب هالقذرين اللي أتت بهم، وعلى رأسهم مقتدى القذر وقيس الخزعلي والفياض وما أدراك ما الفياض، والله لا يبقي منهم أحد ولا يذر، إنه على كل شيء قدير وبه جدير. يا رب العالمين. شكرا يا أخ عمر، الله يجزاك مليون خير لنور طريقك يا رب. من السعودية أهلا وسهلا بك. معنا أبو زهراء من ميسان، تفضل أبو زهراء. أبو زهراء تسمعني؟ ألو أسمعك حبيب قلبي. تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا لو تسمح لي شوية، لو تسمح لي أستاذنا العزيز. تفضل. هم سيسولفون مظاهرات، هاي مو ثورة. نعم. الثورة لأنه ما طول ضحت في دماء، قطة دماء، ودماء مو هينة، دماء كثيرة. فلذلك إنه المفروض هم يراجعون نفسهم. كافي من هذا العراق، كافي بوق، كافي سلب، كافي
حتى نخلي مجال لغيرنا نسمح لنا، بعدين هم عمار اللي يعطون مجال لهاي الشباب اللي واعيه، هاي الشباب اللي الله سبحانه وتعالى مدعمنا انه يحفظهم ويخليهم خلي يقودون هذا البلد، هيجوه يوصلوه الى مرحله بلد انتهى انسلب ما ضل به شيء، كل من يهمش يودي ليا دوله ولا عائله يودي الها، وين دوله ليا جهه ياخذ من هذا البلد ويروح يعبر البلد ويصدر قرارات، عرفت نعدي باشر مظاهرات باشر انت الانزين يقعد ببلده ويقوده كان امين، عرفت من عندي يا اخوي العزيز الى ناس متوصله، احنا شعب حد الله وكيلك والله ما يستاهل هذا الشعب، صدقني ما يستاهل، نعم صدقني هذا الشعب ما يستاهل يصير به، والله ملينا جزعنا، والله جزعنا بالحسين جزعنا، اللي يسوق مهدد، اللي عرفت نعدي عده استشاره يتابعوا شوف راكضين وراه وكاتبين لو مختالين، عرف الشغلات يعني وين توصل هاي الوضعيه لهاي وين يوصل هذا وين يوصلون بهاي عمارهم المنتهيه، هاي عمار ثاني وين يوصلون وين يردون يركضون بهذا المركاب، نعم والله ملينا منهم كمان بذات الله، بعض الاحيان الانسان يصل صبره يوصل الى اسوء ما يريده هو، نعم الوكيل على هؤلاء عرفت معدي اللي هلكوا البلد تعبوا الشعب وتعبوا شابه وشايبه ونساء وصار يتامه، احنا ما نصدق عمي خلي اللي يسولف خلي، نعم انت من الغربيه لا اكبر هو عراق واحد مقبره اي فرق ماكو، احسنت تسمية فرق واللي عنده تفرقه واللي عنده من هذا عراقي صدقني، لا بالعكس بالعكس انا اشكرك ابو زهراء من ميسان كان معنا اتصال ابو الحسن من البصره، تفضل ابو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تحياتي اهلا وسهلا، تعطيني وقت ارجوك حنا انقل الحقائق واوضح لجماهيرنا، بالبدايه طبعا اعزي العراقيين وخاصه دوار البصره البطله باستشهاد كوكب ابن الاعلاميين والاب العمالقه الاخ العزيز احمد عبد الصمد الصفا غالي الله يرحمهم الرحمه والسخط المقدم امين يا رب، انا من المكان احمل الفريق المجرم السفاح رشيد فليح الذي هو طبعا المعلومات انقلها الى شباب البصره الابطال والى الساحات الثوار انه هذا رجل يعمل مع فيلق القدس الايراني الذي فطس زعيمه في هذه الأيام الماضية، أخي الكريم هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها عصابات طهران والملالي وديول العملاء في العراق من أمثال رشيد فليح القدر المجرم السفاح الذي هو ساهم وكان له غرفة عمليات في قتل الصحفي أحمد ويتحمل المسؤولية، وعلى هذا المجرم عادل زويه الذي لم يتخذ أي إجراء لأنه أيضا كان هو ضابط في الحرس الثوري الإيراني، فحمل أيضا نقابة الصحفي في العراق التي هي متمثلة في الإجرام هي غرفة عمليات في بغداد لتصفية الخصوم وتصفية الصحفيين الشرفاء الوطنيين، فمن هذا المكان أقولها أستاذ عمر بكل وضوح وبكل صراحة أن النصر قادم إن شاء الله قريب، وهم لو شرفاء لو هم أصباع ورجال كان ضربوا القوات الأمريكية المحتلة لا إجوا على هذه الأبرياء الصحفيين البسطاء أصحاب العوائل الذي خلف ثلاث أطفال، هذا الرجل الذي خدم البصرة وخدم ساحة الاعتصام مع الأسف الشديد يجب أن تتحمل المسؤولية، لكنه ولو أخذ منك وقت نص دقيقة أستاذ عمر تفضل أناشد لو هم كانوا رجال
حقيقه في معنى الرجال، لكنهم اشباه الرجال نساء، لانهم ضامن روس زعماء القدرين الوسخين الذين يهربون من الأرات المسيره التي منتشره في العراق، من رؤوسهم زعماء من القدرين الفاسدين المجرمين من المعروفين لدى كل العراقيين، سينتهون باسرع وقت، وهذه الطائرات المسيره ستقنصهم عاجلا ام عاجلا. هم لابدين في الكوف وتحت الانقاض ومع المرجعيات ومع هذه المؤسسه الدينيه الاجراميه التي ساهمت في قتل هذه الشباب الابطال الذين قد ضحوا. هذا الرجل احمد عبد الصمد الذي هو قد يعني نور الفضائيات، نور الاعلام بهذه الانتفاضه وهذه الثوره العظيمه، واناشد ابطال البصره الشرفاء ان يكونون صامدين. وانها وانا طبعا عندي معلومه جدا مهمه اعتقد معلومه استاذ عمر هي وصلت لي اليوم، انه رجال اهل الناصريه الشجعان من العشائر البطله قد كدست الاسلحه الكثيره في هذه المدينه لاشعال الثوره المسلحه ضد هذول القذرين الجبناء، سيرحلون سيهربون بهذه القوه البطله، وهذه ثوره العشرين ستعاد في مدينه، وكل الجنوب سيثور مع ثوره العشرين ابطال ثوره العشرين في الناصريه، وتتحقق رايه النصر ان شاء الله قريب ونسحلهم بالشوارع. وشكرا لك. شكرا ابو الحسن من البصره كان معنا. خلونا نقرا رسائل واتساب. يقول تحيه حب واحترام لكم ايها الاعزاء في قناه الرافدين. يقول مقتدى خبره واختصاص في ركوب الموجات دائما ينزل بالوقت الضائع، لا تدعوه يدمر ثورتكم، تحياتي اخوكم سعدون هادي من ذي قار. رساله يقول فيها تحيه طيبه لقناه الرافدين صوت الحق. يقول مقتدى بخطة جديدة لتدمير ثورة تشرين المباركة، لا تدعوه يفعل هذا، قدمنا مئات الشهداء وآلاف الجرحى من أجل إنجاح هذه الثورة، قلنا وحذرنا مرارا وتكرارا. يقول فهؤلاء حي من تحت تبن كما يقول، لكن الله ناصركم ومعينكم، تحياتي أخوكم الثائر ريسان كشكول من ذي قار قضاء الفهود. حياك الله أخي العزيز. مساء الخير لقناة الرافدين. يقول أو تقول فاتن من ألمانيا، تقول هذا مستقيل عادل عبد المهدي ما كفى 16 سنة سرقة للعراق، هسه يبيع النفط للصين على مدى 50 سنة لقدام، تقول مو النفط ما خلفه. فاتن من ألمانيا. رسالة يقول فيها تحية لك وللمشاهدين الكرام، أتمنى من إخواننا المتظاهرين أن لا يخرجوا بالثورة عن مسارها بسبب استفزاز رجال الأمن للمتظاهرين، الصبر والعزيمة هي السلاح الأقوى للثوار. كذلك عفوا لا أتمنى أن يرشحوا أحد من طرفهم لرئاسة الوزراء قبل حل البرلمان، لأنه سيخسر مرشحهم من قبل هؤلاء العصابة. البلد يحترق والإخوان في الحكومة طالعين إجازة شهر ونص والبلد في أصعب الظروف. محبكم أبو ماجد من السعودية. معنا اتصال سعد من الكويت. عفوا يا أستاذ عمر، المتظاهرون يريدون حقوقهم المشروعة والقانونية، والقوة المفرطة ممنوعة إسلاميا إنسانيا إنسانيا إسلاميا، ولكن يجب على البرلمان والمرجعية منع هؤلاء الذين يعتدون على المعتصمين والمتظاهرين يا أستاذ عمر، وكذلك البرلمان والمرجعية عليهم أن يحاسبوا ممن فرط بالأمانة يعني، وكذلك يا أستاذ منع غاز المسيل للدموع، وكذلك تحياتي لك وللبرنامج وللقناة. شكرا. كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
الكذاب هذا من واحد ما يوفي كذاب عاد الخلف وحده ترى وصاروا يا الاحزاب كذاب هذا من واحد ما يوفي كذاب عاد الخلف وحده ترى وصاروا يا الاحزاب من خلصة المدة عاد الخلف وحده من خلصة المدة عاد الخلاف وحده هاي الحكومه الفاشله ومجلس النواب كذاب هذا بالواحد ما يوفي كذاب اهلا بكم من جديد. معنا اتصال عبد الرزاق من النرويج، تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام على كل العراق ان شاء الله، والله يرحم ويفسح جميع الجن. نعم عبد الرزاق تسمعني؟ تفضل. كنصيحه كشخص 24 سنة بالغربة يعني وطيف حياتي كل لجل العراق، وإن شاء الله من أضاري من ولادتي موتي للعراق إن شاء الله. أخي العزيز أنا أحيي صحيح تحيات أهل نارية وحي أهل بغداد وحي كل أهل العراق، لكن أويلي الله أهل النجف الأشرف إن شاء الله ربي أمير المؤمنين ان شاء الله صوتهم يظل عالي وصامت. اخي لا تنون ابدا 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 عن طلبكم الشرعي. نعم عبد الرزاق اكو مشكله بالصوت مع عبد الرزاق. عبد الرزاق من النرويج كان معنا. رياض من امريكا، تفضل رياض. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لك ولقناة الرافدين البطلة والشريفة. حياك الله يا أهلا بك. شكرا. لقد تحدثنا سابقا عن الميليشيات الحكومية. نعم. مقتدى الصدر هو عميل إيراني مجرم ومنحط، يريد أن يغطي المظاهرات باسم إخراج القوات الأمريكية. هذا يعني فلس من كل شيء. هو الآن مقيم في إيران، يعني المطلوب حيا أو ميتا من قبل الاستخبارات الأمريكية. فما عنده شيء بعد، كل شيء يسويه ده يربط المظاهرات بالمظاهرات مع الباشر على أساس خروج القوات الأمريكية. فماكو شيء بعد راح يصير. فهو مجرم يعني كلهم يعرفوه. وشكرا أخ عمر. شكرا رياض من امريكا. ابو محمد من بغداد، تفضل ابو محمد. ابو محمد السلام عليكم. شوش. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك، تفضل. تحيه الى المتظاهرين الابطال. نعم. وادعو اللي يسمعني يعني صوت الفرحه تاع تحرير والدعاء وإن شاء الله الله يرهم عروقه اليوم. هذا وين كان هو هذا مقتدى؟ هو يعني كان بالحلم وتوصل يعني من الحلم أمريكا يشتغل جوهم هو. نعم. يشتغل جوهم رواتب والحكومة وخمس مقاعد كله. أكو مزور هو. إذا أكو واحد يعني العراقي منتخب والكلمه مالته منتخبه فد واحد كاب عمر العرب ومسؤولين عن ما يكون للساحه التحرير جينتي لا يجيبني لا يخلي بنفير وخلي كف عراقي يعيش وخلي من الحجاب
ونخلصنا من نقطه ولا عمودة. ونشكركم معنا. شكرا محمد من بغداد كان معنا. صباح من بغداد تفضل. صباح. السلام عليكم استاذ، نرحب بكم قناتكم الكريمه لنقل الحقائق وما يدور بالشارع العراقي. يعني احنا بالنسبه لمقتدى الصدر وتصريحاته الاخيره عن المظاهرات مليونيه ضد منه، احنا نعرفها هي هم يعتبرون الطرف الثالث وميليشيات هم، فقاعد بايران ويصرح مظاهرات مليونيه، ليش ما تطلع مظاهرات على السفاره الامريكيه من هم يحجون بالمقاومه والمجاهدين؟ ليش ما يطلع القواعد العسكريه اللي بها الامريكان ويتظاهر قدامهم؟ ليش يجي يتظاهر بساحات اعتصام للمتظاهرين كلهم سلميين وناس عزل؟ الغايه معروفه، الغايه جت اوامر من السياده بايران اللي هو حاليا مقيم اقامه دائميه يمهم وقاعد بنصهم ويصرح ويجتمعون كلهم قعدهم ابو النجباء وغيرها وهادي العامري اتفقوا على الطريقه لقمع المتظاهرين معروفه، والمتظاهرين يعني يعلمون ان اكو ايد خبيثه راح تنمد عليهم من بسبب مقتدى وغيره، ومقتدى احنا لا يتصور نفسه هو ويا المتظاهرين، احنا نعرفه هو يعني مشارك بالعمليه السياسيه وعنده برلمانيين وعنده وزراء وعنده وكلاء وزراء ومدراء عامين ودرجات عليا وسفراء، فهو جزء من العملية السياسية الفاسدة. مقتدى الصدر ما قدم أي شيء للمجتمع العراقي بس الدمار والقتل والاغتيالات، فالمظاهرات ماشية سلمية ضد الحكومة واقتلاع هاي الأحزاب الفاسدة اللي حقيقة هي فشلت بأدائها هذا 16 سنة. يعني فشلت، ما قدمهم أي شيء لا بجنوب العراق ولا بشمال العراق ولا بوسط العراق، عملية سياسية بائسة يقودوها الإيرانيين. يعني العراق صدقني استاذ محتل من قبل إيران، يعني ما بيها مجال، محتل من قبل إيران وأكو أذرع بالعراق بالعملية السياسية، هم كلهم ذيول إلى إيران وجاي يمررون المشروع الفارسي بالعراق. فإحنا نريد نتخلص من مقتدى وأتباع مقتدى، سابقا كانوا جيش مهدي ونعرف إحنا جيش المهدي قد قتل من أبناء السنة ببغداد على الهوية وعلى أسماء اللي اسمه عمر واسمه عثمان وأبو بكر، ما خلصهم من إيد مقتدى، ومقتدى مجرم، مقتدى شارك بقتل العراقيين، يعني جزء من العملية وجزء من إيران، وحاليا هو وجوده بإيران يثبت ان ولاء الايران. فاحنا ندعي للمتظاهرين السلميين ان يبقون على سلميتهم ويديرون بالهم من المندسين الطرف الثالث اللي كاسكيتات الزرقاء وما ادري شو يسموها، كلهم ناس علاشة وناس يعني مجرمين وراح يحاولون اختراق المتظاهرين، اما تفجيرات اما يضربون الجيش او يضربون الشرطه في سبيل انهم هاي مظاهرات مسلحة وإرهاب وبعثيين وغيرها، ويتهموهم بكل الاتهامات في سبيل يصير مسلحة، فيريد يجرون الشارع العراقي وعشائرنا بالجنوب والمتظاهرين إلى حرب أهلية مسلحة. يعني ما نطمح إلها، لأن احنا نعرف السلاح بيد ميليشيات وخارجة على نطاق الدولة وفوق القانون، فهذول راح يقمعون كل المتظاهرين. فالحيطة والحذر من الطرف الثالث اللي حاليا يقوده مقتدى الصدر، وكل العراقيين يعرفون ان مقتدى الصدر مجرم ومرفوض، واكو بعض المحافظات الجنوبية في الحلة وبكربلاء نددا بالضد من مقتدى الصدر، لأن تواجده فقط بإيران يبرر انه هو ذيل لإيران. صباح من بغداد كان معنا. معنا اتصال ابو ناصر من الكويت، تفضل ابو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك. ان شاء الله باذن الله نشوفكم يا قناه الرافدين تبثون برامجكم من بغداد المنصوره المحرره قريبا باذن الله. ان شاء الله. اذا مقتدى سيد عربي يقعد بالمدينه المنوره، ما يقعد بقمة القمامة يكرمون، يقعد إذا هو سيد وجد محمد رسول الله يقعد بالمدينة المنورة. مقتدى اللي قتل السنة وكان مع شو اسمه هذا ما يسمى بالحرس الوطني هم الميليشيات أثناء تفجير القبتين ب 2006 و 2007 شريك بالجرائم الطائفية وقتل جرحى بالمستشفيات وقتل فلسطينيين وباع سلاح الدولة للأمريكان، أمر قطيعة أنهم يبيعون سلاح الدولة للأمريكان، الشرها على القطيع اللي يمشون وراه.
الآية الكريمة اللي تقول إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا تنطبق عليهم. إحنا الحين نعيش أجواء القادسية الثالثة، الأولى قادها القعقاع ابن عمرو التميمي، والثانية قادها صدام حسين، والقادسية الثالثة هذه جنودها وفرسانها الشباب الثائر. لكن من البطل اللي يدق صدره ويقول أنا لها ويعبر بهالجنود وهالفرسان للمنطقة الخضراء؟ عندي كلمة، ذيقار هي روح بغداد، إذا تألمت بغداد تأوهت ذيقار وقالت آه. ذيقار مثل الأنبار، الرقم الصعب، ذيقار مثل الأنبار مخزن الرجال، وذيقار مثل الأنبار ذيقار قلعة الجنوب، والأنبار مثلها. نعم. عندي كلمة بعد. تفضل. يا جماعة الخير، الرئيس الشرعي للعراق عام 2003 هو الرئيس صدام حسين، وهي الحكومة الشرعية، وكل ما جاء بعدها وبسبة الأمريكان هو باطل في باطل. الحكومة الشرعية معطلة، أعدم منها من أعدم الله يرحمه برحمته الرئيس صدام، ومن بقي منها هم الحكومة الشرعية، الحاكم الشرعي المؤقت قانونا وشرعا للعراق هو السيد عزة إبراهيم الدوري، هو المؤقت بإذن الله، هو الرئيس المؤقت. نعم. تكتبون تسوون بإذن الله قانون أو دستور للبلاد في ظل هذا الحاكم الأب بإذن الله، وهو بإذن الله ليعبر بكم إلى ساحل النجاة بإذن الله. وتحياتي له إذا يسمعني الآن، مشكوري. أبو ناصر من الكويت كان معنا. طبعا إحنا دائما نأكد بأنه برنامج صوتكم هو منصة للتعبير عن الآراء، والمتصل يعبر عن رأيه، أما لحاضر ومستقبل العراق فيختاره العراقيون الذين خرجوا وطالبوا ويطالبون في ساحات التحرير في بغداد والمحافظات الأخرى، من يختارونه وفق ما أرادوه، عملية سياسية جديدة ودستور جديد ونظام انتخابي جديد هو الذي سوف يوافق عليه العراقيين ويقوم بمهامه. ومثل ما أشرنا بأنه المتصل يعبر عن رأيه، ونحن نحترم جميع الآراء. أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور عمر كبار من الراس من المضربة الأمثال ويتسع عليك يقولك ما يجي هذا. شلون؟ يعني احنا مثل ما نشوف صار 16 سنة هذا الحجي هذا الحشر يسمع له بطلع ماما ويقول له سيدنا هلقيت يا هلقيت هذا هلقيت العبطية ولك الجابة على لا بس حتى ولك انت ناس تتلسل سرية ما تفتحون ولك دماء الدماء المسلمين كلها برغبتكم تضحكون على هذا ذاك زين من كان يطلع مظاهرات كنت اقول يا ربي ربكم لا 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 والله الليله ما يخليك تسمع راح يشاور بيك ولك اذا كانوا البغل عشان يسمع يشاور بي يخلي يشاور بي البغل والله يعني بس ابو عمر ارجوك ما نريد اي تجاوز غير مسموح به. شريف هو شريف هذا اعتذر هو شريف. نعم تفضل. نعم يا استاذ عمر الله يخليك هو بقت شيء ما كشفت الجيبه مالته احنا على شنو خايفين من دولة؟ لا مو مساله خوف من دولة. هي مو مساله خوف، احنا مثل ما قلنا هذا المنبر للجميع تعبر بي عن رايك، تنتقد، تكشف ملفات فساد، تتحدث عن قضيه تطي بها رايك بس بدون تجاوز. نعم شو تصغيبه هو مقشي بالعراق كله سلم وضعه أصلاً، تجارك واحد عراقي يحكم ما يحكم، بس الموظف هذا يجي يأخذ رأس الشهر راتب وهذا موظف عراقي، وإلا من كل إيرانيين عجب، هذا عجب يقول سيد من البيت ما يصير، زعل الله زعل الكائنات كل بس زعل السيد، يصير ما لا. أبو عمر من السليمانية كان معنا. طبعاً المتظاهرون في ساحة التحرير جددوا تأكيدهم
على ضرورة استعادة العراق لسيادته الوطنية، وقال ناشطون بأن المتظاهرين يرفضون جعل العراق ساحة دولية لتصفية الحسابات بين أمريكا وإيران، وهذا ما تحاول تنفيذه الميليشيات الموالية لإيران التي تسعى إلى بسط نفوذها بالكامل على البلاد، في وقت تستثمر الطبقة السياسية هذا الصراع لإنهاء التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام السياسي، نظام الأحزاب الفاسدة. طبعا معتصم ساحة التحرير في بغداد يعني ردوا على مطالبات وحملوا لافتات استغربوا فيها توقيت الدعوات التي أطلقتها أحزاب السلطة وزعامات الميليشيات بشأن خروج تظاهرات تطالب بخروج القوات الأمريكية المحتلة في العراق، وتساءل المتظاهرون عن سبب صمت هؤلاء لسبعة عشر عاما عن الوجود الأجنبي في العراق البلد محتل من العام 2003 من أمريكا وإيران، واتهموا إياهم بأنهم كانوا مشغلين بسرقة أموال الشعب والفقراء، ولكنهم استيقظوا اليوم بعد تيقنهم بأن مصالحهم ومناصبهم قد باتت في خطر بعد انطلاق ثورة تشرين اللي كشفت فسادهم. وكما أشرنا في البداية بأنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى خروج تظاهرة مليونية من محل إقامته في إيران ضد التواجد الأمريكي في العراق. في محافظة المثنى واصل الطلبة من اعتصاماتهم أمام جامعة المثنى دعما للإضراب العام، وهذا يأتي بالتزامن مع رفض الطلبة في العراق قرار وزارة التعليم استئناف الدوام وتحديد موعد امتحانات نصف السنة الدراسية على الرغم من استمرار الإضراب العام عن الدوام منذ نحو ثلاثة أشهر. في السماوة أبدى متظاهرو ثورة تشرين في محافظة المثنى تأييدهم للمهلة التي حددها معتصمو ذي قار لتحقيق مطالب الثورة، وأكد المتظاهرون المعتصمون في مدينة السماوة بأن الثوار سيقومون بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، ومنها قطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة والذي يمر عبر محافظتهم. معنا اتصال أبو مالك من أمريكا، تفضل أبو مالك. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لك ولكل كادر القناة الوطنية. حياك الله يا أهلا بك أستاذ عمر. قبل ثلاثة أيام قريت بالشريط على قناتكم الموقرة بأنه الحكومة العراقية أجرت التحقيق على نعم شبكة الجاسوسية كانت تتعقب سليماني. أي فإذا كانت هاي الحكومة عندها هيك إمكانية وعندها هيك جهاز أمن قوي، ليش ما كانوا يكشفون الطرف الثالث اللي يقتل ويقتل بالمتظاهرين أو ذولا القناصة؟ نعم. أو أصحاب الكواتم لما يكون عندهم هيك إمكانية. اثنين، رسالتي الثانية أوجهها إلى عشائر البوعامر والخزالة. إذا كان هذا العامري من عندهم كان بها، وإذا كان ما يمثلهم فعليهم أن يعلنوا للشعب العراقي ترى هذا ما يمثلنا. وكذلك الغزالة، ليش محسوبين على العراق ويدعون نفسهم من عشائر عراقية وهم عراقيين ولا هم لإيران؟ اثنين، مقتدى الصدر هو وحسن نصر الله وعبد العزيز الحكيم ولد خالة أمهاتهم لبنانيات من أصول إيرانية، هذول ما ينعتب عليهم لأن رافعين حليب إيرانيات. لذلك على هاي العشائر أن تثبت موقفها أمام الشعب العراقي، أما أن يمثلوهم دولة أو ما يمثلوهم. وأني أشكرك أستاذ عمر. أبو مالك من أمريكا كان معنا. رسالة وساب يقول أو تقول أم حسين الحسيني تقول السلام عليكم، بأي حق يتصرف عادل عبد المهدي بأموال العراق وهو مقال؟ ولماذا تقاعد البرلمانيين عشرة أضعاف من تقاعد المواطن البسيط؟ لن تموت ثورة تشرين وستقلعهم من جذورهم إن شاء الله. أم حسين الحسيني. نعم، تحية لك أخ عمر. يقول أبو يوسف من الدنمارك، يقول قاعد في دولة معادية لبلده ويطلب خروج عدو لبلده من بلده، أقصد به هذا الكلام مقتدى. يقول حتى بالأفلام الهندية ما شفنا هيج سيناريو. أبو يوسف من الدنمارك.
معنا اتصال ابو فهد. ام فهد من الكويت، تفضلي ام فهد. ام فهد تسمعيني؟ يبدو اننا فقدنا اتصال مع ام فهد. طبعا استمر اغلاق عدد من الدوائر الحكوميه في الديوانيه مركز محافظه القادسيه بالتزامن مع تواصل اضراب الطلبه عن الدوام تاييدا لمطالب ثوره تشرين ضد الاحزاب الفاسده. واكد معتصمو الديوانيه مواصله الاضراب عن الدوام بعد اجتماع ضم ممثلي خيم الاعتصام كافه واتفاقهم على مواصله التظاهرات والاحتجاجات الشعبيه وسط ساحه الديوانيه، اضافه الى الاقضيه والنواحي. وقطع المعتصمون الطريق السريع الرابط بين المحافظات الجنوبيه والعاصمه بغداد جزئيا، وهددوا بالتصعيد وقطعه نهائيا في حال استمرار مماطله الكتل السياسيه بشان مطالب الثوره المشروعه. طبعا احد المعتصمين بالناصريه دعا الى قطع الطرقات ونصب خيم اعتصام مفتوح في حال لم تستجب الحكومة لمطالب المتظاهرين في أسرع وقت ممكن، وأكد بأن المتظاهرين لن يتراجعوا عن ثورتهم مهما كلفهم الأمر ومهما زالت قوة بطش الحكومة وميليشياتها. المعتصمون في مدينة الناصرية كذلك طالبوا بتدخل الأمم المتحدة في تشكيل حكومة انتقالية والإشراف على انتخابات نزيهة بعيدا عن تدخلات الأحزاب الفاسدة وميليشياتها. وقال متظاهرون وناشطون بأن هذه المطالبات جاءت بعد إصرار الكتل السياسية على تجاهل مطالبهم المشروعة وعدم الالتفاف إليها، وأشاروا إلى أن تدخل الأمم المتحدة قد يضمن نزاهة عملية التغيير السياسي وتحسين أوضاع العراقيين وتحقيق مطالبهم. في كربلاء خرجت تظاهرات التزم منتفضي تشرين، مؤكدة التزام المنتفضون والمتظاهرون بسلميتهم لتظاهراتهم حتى تحقيق أهداف الحراك. وأكد المتظاهرون في ساحة الأحرار بكربلاء إصرارهم على متابعة الحراك ومحاسبة قتلة المتظاهرين، لافتين الانتباه لأن ثورة تشرين أعادت للعراقيين ثقتهم بنفسهم وصولا إلى إعادة حقوقهم التي سلبتها الطبقة السياسية. طبعا مصادر محلية أكدت في كربلاء كذلك نتحدث إحراق مقر تابع لميليشيا بدر في محافظة كربلاء. وقالت المصادر بأن النيران اشتعلت في مقر تابع لميليشيا بدر في كربلاء وسط انتشار أمني وميليشياوي كبير في المنطقة. يأتي هذا بالتزامن مع الكشف عن لقاء ضم كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ليلة السبت الماضي في مدينة قم الإيرانية، اللي بحث مسألة المرشح القادم لشغل منصب رئاسة الحكومة وسط تنامي الصراع بين الكتل السياسية التي تحاول الحفاظ على مكاسبها رغم الرفض الشعبي وتأكيد المتظاهرين على وجوب إسقاط كل أحزاب السلطة منذ العام 2003. طبعا متظاهرو النجف، إذا رحنا للنجف، خرجوا في تظاهرات ليلية جابت شوارع المحافظة بعد قطع السلطات الحكومية التيار الكهربائي عن ساحة الاعتصام في المدينة. ناشطون تحدثوا بأنهم يرفضون محاولات السلطات الحكومية وميليشياتها لفض الاعتصام في وسط المدينة، وأكدوا استمرار الإضراب العام والاعتصامات حتى إسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. معنا اتصال فرات من بغداد، تفضل فرات. فراس من بغداد، أهلا وسهلا بك، حياك الله يا أهلا بك. خل عزيز أرني بس سؤالي الحكومة يدعون أن الشعب التخلق، بس إذا تنصر التلفزيون إذا أمكن، إذا يمك تلفزيون تنصر لنا إياه حبيبي. يعني أكو صوت، تفضل أخي. أخ نعم، مالي الحكومة المواطنة اللي انتخبها يقولون هم حسب الشعب انتخبها، يعني علي الشرقة يعني سلب الحريات وسلب الشخصيات والإعلاميين وغيره وغيره، يعني على شنو هنا آخر شيء، شنو المطاف منه في دولة الشعب؟ يعني هو الشعب يطلب الحقوق البسيطة يعني حال حال أي بلد. نعم، يعني شنو تريده بعد؟ يعني الحكومة على شنو هو ده تقتل بالشعب مالته؟ يعني ماكو شيء يعني دلالة على إنه هم قلت وأنا حكومة غصب معي، أنا ما أتضح
نعم. يعجبك 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 اطلع من البيت. نعم. فراس من بغداد. نعم انا اعتذر منك والله الصوت دي يقطع فراس. ان شاء الله رسالتك يعني وصلت. معنا اتصال وعد من المانيا، تفضل وعد. وعد. الو. تفضل. حي المتظاهرين، حيوهم والله ينصرهم يا رب ونتمنى لهم. نعم. يا اخي والله ما يلا اخي. نعم وعد اسمعك تفضل. اخي ما والله ما القناه مالكم مقطوعه قاطعينها عندنا شلون يعني مقطوعه زين يعني انت من تفوت على 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 القناه ايش تلقى بلاك يطلع لك وش يطلع لك ماكو مسكر تمام احذفها والله. احذفها ايه وسوي اعاده بحث من جديد راح تطلع لك ان شاء الله الله يسلمك الله يسلمك انا اشكرك حياك الله يا هلا بك. بالختام بس اريد اذكر بانه مصادر صحفيه اكدت اختفاء الناشط المدني والمتظاهر عبد القهار العاني بعد خروجه من منزله باتجاه ساحة التحرير، ومثل ما شفنا في بداية الحلقة بأنه المتظاهرين في ساحة التحرير خرجوا ورفعوا صورة الناشط عبد القهار العاني. الأنباء تتحدث بأنه يوم الثلاثاء يوم أمس تم يعني اختطافه بعد خروجه من منزله وطالبوا بإطلاق سراحه. كذلك قبل ما أختم أقر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية بأن أكثر من 40 ناشط بارز تم اغتيالهم منذ تشرين الأول الماضي بينهم صحفيون ومدنيون. هذه يعني إحصائية من قبل وزارة الداخلية في العراق، فقط من بين الناشطين 40 تم اغتيالهم خلال هذه الفترة القصيرة. ولفت إلى وجود 25 مختطف من بين الناشطين لا يزالون مجهولي المصير حتى الآن. ومثل ما قال الأخ، إذا الجماعة عندهم إمكانية لكشف شبكة تجسسية في العراق اللي أدت إلى مقتل أبو قاسم، مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، فليش ما يكشفون الطرف الثالث؟ وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.